السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة الثانية لكورس Circuits 2. والمرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على الـ First Order Circuits وخدنا مثال بسيط على الـ RL Circuits، وقلنا هنكمل على الـ RC Circuits في المحاضرة اللي بعديها. فالنهاردة احنا بس حابين نوضح المثال التاني، بعد كده ان شاء الله نخش على موضوع السكند اوردر سيركتس. خلينا سريعا كده نفتكر احنا كان عندنا ايه. احنا اتفقنا ان احنا عندنا الدوائر بتاعتنا في الفيرست اوردر سيركتس، يعني جواها انرجي ستورج اليمنت واحد يعني اندكتنس او كاباسيتنس، وقسمناهم لنوعين ار ال وار سي سيركتس. بعدين رحنا دخلنا في اثباتات بسيطه كده، اثبتنا منها او طلعنا منها الحل النهائي لمعادله التيار بالنسبه للـ RL circuits. دايما الكرنت احنا بندور على المعادلة بتاعته، وطلعنا الايكويشن بتقول ان الكرنت ستيدي ستيت كومبوننت زائد ترانزينت كومبوننت، والترانزينت كومبوننت هيساوي الانيشال كرنت ناقص الستيدي ستيت كرنت. في اكسبوننشال حاجة طلعت لنا اسمها التايم كونستنت، فبنقول اكسبوننشال نيجاتيف التايم تي على التايم كونستنت تاو. طب حسبنا التايم كونستنت ده ازاي؟ قلنا ان هو بتساوي الاندكتنس ال على الايكوفلنت ريزيستنس، وقلنا الايكوفلنت ريزيستنس دي هي كما لو كانت، او كما نقدر نجيبها عن طريق ايه، ثيفينين ايكوفلنت سيركت ما بين طرفين الكويل بتاعي. طيب الدايره الثانيه اللي فيها ريزيستنس وكاباستور سميناها ار سي سيركت، واديناها نفس طريقه الحل، قلنا ان هي برضو هيبقى ترانزينت كومبوننت زائد ستيدي ستيت كومبوننت. ستيدي ستيت كومبوننت قيمه ثابته، وترانزينت كومبوننت برضو في اكسبوننشال، بس الاكسبوننشال برضو في تايم تي وفي تاو اللي هي التايم كونستنت بتاع الدايره الار سي. طيب التاو دي بتتحسب ازاي؟ في الار ال عرفنا حساباتها، في الار سي بتساوي ار ايكوفلنت في سي. مين ار ايكوفلنت دي؟ برضو الثيفينين ايكوفلنت ريزيستنس ما بين طرفين الكاباستور بتاعي. طيب لما خدنا المثال المره اللي فاتت على الار ال سيركت، قلنا هنتبع نفس الخطوات ونحسب في الار سي سيركت. انا النهارده مش قصدي ان انا اعيد تاني نفس الخطوات، على قد ما انا احنا عايزين نوضح شويه حاجات في الحل بتاعنا. بنبتدي كنا الحل بتاعنا ازاي؟ كنا بنبتدي ان احنا بنشوف الانيشال كونديشن بتاعتنا مطلوبه عشان نقدر نحل الايكويشن بتاعتنا، في نفس الوقت الستيدي ستيت كومبوننت برضو مطلوب عشان نقدر نحل الايكويشن بتاعتنا والتايم كونستنت تاو. فقلنا هنقسمهم لكذا خطوه. اول خطوه فيهم لما بيكون فيهم التايم اقل من صفر، يعني معناها ان انا لسه ما عملتش سويتشنج. طب ده بيطلع لي انهي كومبوننت؟ ده بيطلع لي الانيشال فولتج اللي احنا هنسميه ممكن في نود او في سي نود، يعني الفولتج بتاع الكاباستور عند اللحظه تي بتساوي صفر. واتفقنا ان احنا عندنا الكاباستور فولتج لا يتغير لحظيا مع الزمن، اذا لما قبل السويتشنج بحاجه بسيطه جدا الفولت بتاع الكاباستور هيساوي بعد السويتشنج او زيرو بوزيتيف بحاجه بسيطه جدا، سميناها زيرو نيجاتيف وزيرو بوزيتيف، دي اللحظه اللي قبل السويتشنج ما بيحصل. طيب بنحسبها ازاي؟ بنرسم الدايره بتاعتنا لما بيكون السويتش هنا قبل ان يتغير الوضع بتاعه، هو كان مقفول مغلق وبعدين هيفتح، فالدايره بتاعتنا هيبقى شكلها بالمنظر الاتي كده. السورس معايا 3 و9 وال1 اوم، كل دول معانا، وبعدين السويتش بتاعنا بيفتح، والكاباستور زي ما احنا اتفقنا بيبقى اوبن سيركت، بنحطه في الدايره بتاعتنا اوبن سيركت. طيب هتحسب ايه من الخطوه دي؟ هحسب منها الانيشال فولتج بتاعنا، وزي ما هو حسبه في المثال ده بتبقى تعويض بسيط في الدايره طلع ب 15 فولت. طيب الخطوه اللي بعد كده ان انا اعمل ايه؟ ان انا ارسم الدايره بتاعتي بعد ما جست عملت سويتشنج. لما بعمل جست ما عملت سويتشنج فالسويتش ده فتح، وبالتالي ال 3 اوم وال 20 فولت دول فصلوا خالص، طلعوا بره الدايره بتاعتنا، فتبقى لي الدايره اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، معايا ال 9 اوم ومعايا ال 1 اوم ومعايا الكاباستور بتاعي. لما بعوز احسب الثيفنين بقف على طرفين الكاباستور بتوعي واجيب الثيفنين ايكوفلنت اللي شايفهم الكاباستور ده. طبعا لما اجي هبص في المساله بتاعتنا دي هلاقي ان الواحد اوم والتسعة اوم هيبقوا ان سيريز مع بعض. ارجع بقى لحسابات
ثيفينين بتاعتك وشوف كنت بتحسبها ازاي، فهتطلع ار ايكوفالنت او ار ثيفينين بتاعتك ب 10 اوم. طب ده معناه ايه؟ ده معناها ان التايم كونستنت بتاعنا اللي هو ار ايكوفالنت في سي هيساوي 0.2 سكند، 2 من 10 ثانيه، او 20 او 200 ملي سكند، عشان نقدر نحس بالرقم شويه، رقم صغير جدا جدا. طيب بعد كده الستيدي ستيت فولتج بتاعنا هيساوي كام؟ الدايره زي دي ما فيهاش اي سورس خالص، فطبعا في ستيدي ستيت برضو هيطلع بزيرو. هتعوض بتعويض مباشر في الايكويشن، هيطلع لك الفولتج بتاعك 15 اكسبوننشال نيجاتيف 5 تي، وبالتالي طلعت المعادله بتاعتي اكسبوننشال زي ما انا كنت متوقع. كان في هنا مطلوب زياده، بيقول لك الانيشال انرجي ستورد في الكاباستور، يعني اول لما قبل ما الكاباستور ده يحصل له سويتشنج، الانيشال انرجي ستورد كان مخزن طاقه قد ايه. فبنحسبها ازاي؟ بنقول نص سي في سكويرد، والفي ده هو الفولتج عند تايم تي بتساوي صفر، اللي هو الانيشال فولتج بتاعك، اللي هو كام يعني الانيشال فولتج بتاعك؟ تروح للحل بتاعك تلاقيه كان 15، يبقى انت بتحط هاف سي في في سكويرد، يعني ب 15 سكويرد يطلع 2.2 5 جول، 2 وربع جول. دول ده انا الكاباستور بتاعي بيبتدي بيبقى عامل شحنه مخزنها قيمتها 2.25 جول. بعد ما السويتشنج يحصل الكاباستور ده هيفرغ الشحنه بتاعته، وبالتالي لما اجي اسالك اقول لك طب احسب لي الانرجي ستورد عند تايم تي بتساوي انفينيتي، فانت اكسبكتد تقول لي ان هي بتساوي صفر، لان الفولت بتاع الكاباستور هيكون بيساوي صفر، لان دي ستيدي ستيت بتاعت الكاباستور هنا هتساوي صفر، فبالتالي الانرجي هتساوي نص في سي في صفر، يعني هتساوي صفر. طيب ده كده الانرجي ستورد. ايه الحاجه اللي احنا عايزين نعلق عليها النهارده؟ لو انا جيت حاولت ارسم الفولتج بتاعي ده، ارسم له رسمه اجينست تايم. طيب فقال لي ادي دلوقتي شكل التي، التايم تي مع الفولتج بتاع الكاباستور بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي؟ قال لي قبل ما انت تعمل السويتشنج، قبل ما التايم تي يبقى بصفر، كان الفولت بتاع الكاباستور 15 فولت وفولت ثابت. اول لما حضرتك هتيجي تعمل سويتشنج هيبتدي الكاباستور يفرغ بالايكويشن اللي قدامك دي، فترسم كده الايكويشن 15 اكسبوننشال نيجاتيف 5 تي، فهيبقى عامل ازاي الشكل بتاعه؟ هيبقى عامل حاجه بالمنظر ده كده. الشكل ده الشكل الاكسبوننشال ده هتلاقيه دايما ثابت معاك، او شكله دايما على طول لاي حاجه فيها اكسبوننشال حاجه نيجاتيف مع الزمن، فدايما هتديكي وتوصل لصفر بعد مرور وقت طويل. طب الوقت الطويل ده قد ايه؟ انفينيتي فعلا؟ يعني هل هو انفينيتي يعني التايم هيوصل لما لا نهايه فعلا؟ احنا ما عندناش حاجه اسمها تايم بيوصل لما لا نهايه، لان ما لا نهايه مش موجوده اصلا، احنا لسه ما نعرفهاش هتحصل امتى. ولكن الناس لما جم حسبوا التايم بتاعنا وجربوا يحسبوا عند كذا نقطه، قال لك لما جه يجرب كده عند تايم تي بيساوي تاو، يعني في الايكويشن دي هنحط تايم تي بتساوي 0.2، قال لي عوض كده عنها، لان هو بعد مرور زمن محدد نعوض في الايكويشن، يعني هكتب 15 في اكسبوننشال نيجاتيف 5 في 0.2، كويس، فاللي جوه الاكسبوننشال ده نيجاتيف 5 في 0.2 يعني هيبقى اكسبوننشال ماينس 1. نيجي نحسب الحسبه بتاعتنا دي، نلاحظ ان الرقم ده دايما هيطلع لي 0.367، كويس، لما اضربه في 15 هيطلع لي ان الفولتج 5.5 تقريبا، فتقريبا كده الفولت بتاعنا حوالي 5.5 هنا. القيمه دي ايه؟ القيمه دي تمثل 36% و7 من 10، تلاقي الرقم ده دايما يعني بيتكرر معاك لانه اكسبوننشال ماينس 1، تمام، 36% و7 من 10 من ال 15 فولت بتاعنا، يعني هو فقد من الانيشال فاليو بتاعته 66% تقريبا من القيمه اللي ابتدى بيها. لما تيجي تطرح كده 1 ناقص 0.367 هيطلع لك تقريبا 63.2 من 10، فقد القيمه دي كلها. طيب عوض كده، تي بتساوي 5 تاو، يعني 5
في 0.2 يعني 1 سكند، يعني بعد مرور ثانية ايه اللي هيحصل؟ فنضرب نشوف الاكسبوننشال حصل فيها ايه. فلما تيجي انت تحط الاكسبوننشال 5 عند تايم تي بتساوي 5 تاو، يبقى نيجاتيف 5 في 1، يعني هتطلع لك الرقم بتاعك اكسبوننشال نيجاتيف 5 هيطلع لك 6.73 في 10 باور نيجاتيف 3، رقم صغير جدا جدا جدا. لما دي نضربه في 15 نلاقيه تقريبا 0.1. فتقريبا تقريبا بعد مرور تايم 5 تاو كويس هنلاقي الفولتج ده بقى تقريبا 0.1، قرب للصفر جدا. فالناس بتوع الدوائر الكهربائيه اتفقوا ان تقريبا بعد مرور 5 تاو تايم 5 تاو بنعتبر ان الدائره بتاعتنا وصلت للستيدي ستيت. فما بيننا ما بين بعض كده التايم كونستنت ده 20 200 مللي سكند 0.2 في 1000 يعني 200 مللي سكند، لما هضربه في 5 يعني 1000 مللي سكند يعني ثانيه، يعني بعد مرور ثانيه 1 سكند يبقى انا كده وصلت لايه؟ وصلت للستيدي ستيت فاليو بتاعتي، تقريبا وصلت للستيدي ستيت فاليو. طب مرور ثانيتين خلاص انت اكيد 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 وصلت للستيدي ستيت، 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني دقيقه اكيد شور 100%. يبقى الانفينيتي بالنسبه للدايره دي هو 1 ثانيه، يا الدايره سريعه جدا 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 جدا. وطبعا كل ما انت هتعمل ايه؟ كل ما هتزود في التايم كونستنت بتاعك التاو بتاعتك بتكبر، كل ما الدايره هتكون بطيئه. يعني ايه الدايره هتكون بطيئه؟ يعني هتلاقي الكيرف بتاعك خد وقت اطول على ما يوصل للملا نهايه بتاعته. فتخيل كده الدايره التايم كونستنت بتاعها 0.2 ثانيه، دايره ثانيه 0.2 دقيقه، فانت متوقع ان هي هتوصل للستيدي ستيت بتاعها بعد مرور وقت اطول. نفس الكلام تقدر تعممه بقى على الدوائر اللي فيها ار ال سيركتس او دوائر اللي فيها اندكتور. كل ما كانت الدائره بتاعتنا التايم كونستنت بتاعها كبير، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا الشحن او التفريغ بتاعي بياخد مده اطول والدائره بتبقى بطيئه. فتعالوا نشوف كده اهو، لو انا دلوقتي سي مثلا عندي اندكتور وادي الكرنت وادي التايم، ولو انا قلت الدائره بتاعتي سريعه فهيشحن بسرعه جدا ويوصل للستيدي ستيت فاليو بتاعته تقريبا بعد مرور 5 تاو ونسميها مثلا تاو 1. لو انا الدايره بتاعتي بطيئه شويه، يعني ايه البطيئه شويه؟ يعني التايم كونستنت بتاعي تاو 2 اكبر من تاو 1، هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا نفس الدايره دي هشوفها ان هي تبتدي بتزود شويه الوقت على ما توصل للستيدي ستيت بتاعتها، وبالتالي هقول مثلا هنا 5 تاو 2. فلازم يبقى الدايره بتاعتي التايم كونستنت بتاعها يبقى كبير عشان الريسبونس بتاعها او الكيرف بتاعي او الكرنت بتاعي يوصل للستيدي ستيت فاليو بتاعته في وقت اطول. طيب الاحسن بالنسبه لي ان انا يبقى الوقت بتاعي سريع ولا بطيء؟ دي على حسب الابلكيشن، على حسب الابلكيشن اللي انت بتشتغل فيه. ساعات بنعوز نسرع التايم كونستنت بتاعنا وساعات بنبقى هو بطيء وساعات بنبقى حابين ان هو بطيء. مين اللي هيعمل لك الكلام ده؟ هو الابلكيشن بتاعك اللي انت ان شاء الله هتدرسه لسه في السنين الجايه. فالشكل اللي احنا بنرسمه ده كده بنقول ان التاو هنا بتزيد او التايم كونستنت بتاعنا بيزيد. نفس الكلام اقدر برضو اقوله لو انا عندي كاباستور، سواء الكاباستور ده كان بيفرغ اهو زي المنظر ده كده او بيفرغ بالمنظر ده كده مش فارق، احنا الشحن او التفريغ معناه ان انا هوصل للستيدي ستيت فاليو بتاعتي في تايم قد ايه. ده ايه ده معناها؟ ده كده كيرف واحد، ده كيرف اتنين، ده كيرف تلاته. ده معناها ايه؟ ان كيرف تلاته ده اسرع كيرف فيهم، معناها ان تاو تلاته دون هو اقل تايم كونستنت موجود، يبقى تاو تلاته اقل من اتنين، اقل من التايم كونستنت بتاع الدايره الاولانيه. فده كده كان اهم حاجه برضو نعرفها بعيدا عن حل الرياضه وحل المسائل، يعني ايه التايم كونستنت بيأثر معايا في سرعه الحل في ايه، والشكل الكيرف ممكن يبقى عامل ازاي. طب مين دايما يا جماعه بيغير في التاو؟ انا عندي التاو في الاندكت في الاندكتيف سيركت او في الار ال ال على ار او ار ايكوفالنت، وعندي هنا التاو بتساوي ار ايكوفالنت برضو في سي. فلما هتغير في الاندكتنس التايم كونستنت هيتغير، لما هغير في الريزيستنس التايم كونستنت هيتغير. نفس الكلام هنا الريزيستنس لما تتغير
التايم كونستانت يتغير، ولما بغير في الكاباسيتنس التايم كونستانت برضه هيتغير. يبقى اذا لو انا عايز اسرع الدايره او ابطئها قدامك حل من الاثنين، يا تلعب في الريزيستنس يا تلعب في مين؟ تلعب في الاندكتنس او الكاباسيتنس. انما هل قيمه الفولتج سورس هياثر معاك في حاجه؟ مش هياثر معاك في حاجه، هياثر معاك فين؟ في الستيدي ستيت فاليو او في الانيشال فاليو، يعني في القيمه اللي انت ابتديت عندها او القيمه اللي انت هتوصل لها. انما السرعه، سرعه الوصول للستيدي ستيت فاليو دي سواء كانت بصفر او برقم هتعتمد على التاو او التايم كونستنت. ده من اهم الحاجات اللي احنا نحاول نفهمها في الفيرست اوردر سيركتس. وان شاء الله باذن الله زي ما احنا اتفقنا ان في الابلكيشنز بتاعتنا في الكورسز الجايه باذن الله هنتعرف بقى مين التايم كونستنت امتى، هتحس انت بقى الرقم ده هيبقى كبير، الرقم ده هيبقى صغير، هل هيبقى موجود مثلا في مولد جنريتور، هيبقى موجود في موتور، هيبقى موجود في دايره الكترونيك. هتشوف ان شاء الله باذن الله الابلكيشنز المختلفه التايم كونستنت هيبقى عامل ازاي. احنا بس اهم حاجه نفهم يعني ايه تايم كونستنت. طيب بالنسبة للجزء الثاني من المحاضرة النهاردة هنبتدي في الـ Second Order Circuits. ده الجزء الثاني من المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة، وتعالوا نشوف الـ Second Order Circuits ممكن تبقى فيها إيه وعاملة إزاي. أنت قلت لنا الـ First Order ده معناها إن الدايرة فيها Energy Storage Element واحد، يا Inductance يا Capacitor، ومعاه بقية بعد كده Resistance أو Sources تاني. طيب لو أنا عندي ريزيستنس ومتوصل معاها اندكتنس وكاباستور، هنا انا بقى معايا تو انرجي ستورج اليمنتس، فبالتالي هسمي الدوائر اللي فيها ال وسي هسميها سكند اوردر سيركت. طب لو كانت فيها اتنين كاباستور يطلق عليها سكند اوردر سيركت برضه. طب لو كانت اتنين كويلز يطلعوا سكند اوردر سيركت برضه. بس احنا اللي هندرسهم هي الدوائر الكهربيه اللي فيها اندكتنس وفيها كاباستور، كاباستور واحد اندكتنس واحد، وهنطلع السكند اوردر سيركت. قلنا اتفقنا جت منين كلمه سكند اوردر سيركت دي؟ قال لي نتيجه الايكويشن بتاعه الفولتج او الكرنت بتطلع معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه، فسكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. طيب هنقسم الدوائر بتاعتنا يا اما سيريز يا اما بارلل، ولكن الدوائر سواء كانت سيريز او سواء كانت بارلل هينطبق عليهم نفس الكلام. وهنلاحظ برضو ان الكلام بتاع الفيرست اوردر سيركتس هيتكرر بشكل مباشر على السكند اوردر سيركتس مع بعض الاختلافات في حل الدوائر الكهربيه او بعض الاختلافات في حل الديفرنشال ايكويشن. طيب احنا كنا بنعمل ايه عشان نطلع الحل بتاعنا؟ احنا اهم حاجه كان عندنا في الفيرست اوردر ان احنا نطلع الفولتج ايكويشن للكاباستور والكرنت ايكويشن للاندكتور. هنا نفس الكلام هنحب نطلع الفولتج ايكويشن والكرنت ايكويشن، بس هما الاثنين هيبقوا مرتبطين ببعض، فهتتعبنا شويه في حل المعادلات الاول، وبعدين الحل في النهائي هيطلع تقريبا مشابه جدا للفيرست اوردر. طيب خلينا نتفق ان احنا الشكل اللي عايزين نوصل له ان الفولتج بتاعنا هيبقى ستيدي ستيت برضه كومبوننت زائد ترانزنت كومبوننت. خلاص طالما انت ترانزنت اناليسيس بتتكلم في ستيدي ستيت كومبوننت زائد ترانزنت كومبوننت. وبالنسبه للكرنت نفس الكلام برضو هيبقى ستيدي ستيت كومبوننت زائد ترانزنت كومبوننت. ازاي بقى هوصل لكل بقى الستيدي ستيت كومبوننتس والترانزنت كومبوننتس والكلام ده؟ هو ده اللي احنا هنبتدي نتكلم فيه دلوقتي. وانس ان احنا نفهمه هنبقى بعد كده مطالبين ان احنا نحل بيه المسائل على طول من غير اثبات. طيب كنا بنعمل ايه عشان نجيب يا جماعه الفولتج او الكرنت في الار ال سيركت او الار سي سيركت؟ كنا بنبتدي نطبق الايكويشن بتاعت كي في ال وكي سي ال. هنا احنا ما عندناش غير لوب واحده بس، عندنا السويتش دون هيقفل بعد او عند لحظه تايم تي بتساوي صفر، فالسويتش ده هيقفل لنا الدايره، فهطبق كي في ال على الدايره، ما عنديش غير لوب واحده خلاص. فهقول ان السورس في اس هيساوي الدروب اللي على الريزيستنس زائد الدروب اللي على الكويل، الكويل بتاعنا والاندكتنس بتاعتنا هيبقى عليه الدروب، الدروب دون زي ما احنا قلنا بيساوي ال دي اي باي دي تي. واتفقنا ان احنا بنرجع للبيزك ايكويشنز اللي اتكلمنا عليها قبل كده في المحاضره اللي فاتت، زائد الدروب اللي على الفولت بتاع الكاباستور. يبقى احنا كده الفولت سورس دروب ريزيستنس دروب الاندكتنس دروب الكاباستور. طيب ده هيوصلني لايه؟ ده هيوصلني لمعادله فيها معادله تفاضليه فقط للكرنت بتاع الكويل. قال لي طب عشان نعرف نحل
الايكويشن دي لازم تخليها لي يا معادله واحده للكرنت يا معادله واحده للفولتج، وفي الحالتين الحل بتاعك مقبول، وكل ولو جبت واحده التانيه منهم هتطلع بمنتهى السهوله. طيب الكرنت يا جماعه بتاع الكويل هنا لو احنا جينا بصينا عليه اي ال ده، هلاحظ ان نتيجه ان هم سيريز هيبقى هو نفس الكرنت بتاع الكاباستور. فقال لي طيب يبقى اذا كرنت الكويل هيساوي كرنت الكاباستور هيساوي سي دي في باي دي تي. طب ايه رايك لما ناخد كرنت الكويل داون ونعوض بيه في المعادله بتاعه الكي في ال؟ يعني هناخد من اتنين نحط العلاقه دي في الايكويشن رقم واحد. فقال لي طب حلو جدا، هتشيل انت الكرنت بتاع الكويل وهنحط مكانه دي في باي دي تي، فهيبقى لنا الفولت بتاع السورس هيساوي ار في سي زائد دي في باي دي تي زائد ال في سي دي في باي دي تي سكويرد. هنا انا عملت تفاضل للكرنت بتاع الكويل، يعني انا قلت لك دي اي باي دي تي هيتساوي سي دي في باي دي تي، بس هيبقى التفاضل الثاني لان انا اصلا عندي تفاضل للكاباستور فولتج، هفضله ثاني هيبقى السكند ديفرنشيشن بالنسبه للكاباستور فولتج. فلما نيجي نبص للايكويشن هتطلع فيها فولت الكاباستور محصول في تفاضل، فولت الكاباستور للتفاضل الثاني، وفولت الكاباستور من غير تفاضل. بس الايكويشن دي هتبقى فانكشن في مين؟ في فولت الكاباستور بس، فاقدر ان انا اعيد ترتيبها. هيبقى دي في باي دي تي سكويرد ار على ال دي في باي دي تي بلس 1 اوفر او 1 على ال سي في فولت الكاباستور بيساوي في اس على ال سي. ده كل اللي انا عملته، بس قعدت ترتيب الايكويشن دي. طيب الايكويشن دي زي ما احنا قلنا كده هتبقى سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، يبقى الحل بتاعها قال لي هيساوي ستيدي ستيت فولتج زائد ترانزيانت فولتج. انا مهمتي ايه؟ مهمتي ان انا اطلع التو كومبوننتس دول. طيب الستيدي ستيت فولتج قال لي تقدر تطلعها بحاجه من الاثنين، يا تحط في الايكويشن بتاعتك التفاضل الاول والثاني بيساوي صفر، وبالتالي هتقدر تطلع الستيدي ستيت فولتج بيساوي كام. ده طريقه. الطريقه الثانيه اللي انتوا عارفينها ان احنا بنرسم الدايره ونحط مكان الكويل شورت سيركت ونحط مكان الكاباستور اوبن سيركت، وبالتالي اقدر احل الدايره بتاعتي واطلع الستيدي ستيت كومبوننت للفولتج والكرنت. تقدر تستخدم الاثنين طبعا، وتقدر تتاكد وتعمل دبل تشيك ان الحلول بتاعتك هتطلع نهائي. فجي قال لك طيب انا دلوقتي ازاي ان انا هقدر احل اجيب الترانزنت كومبوننت؟ قال لي بص، شايف الايكويشن الاساسيه بتاعتك دي اللي احنا هنسميناها رقم اي دي؟ الايكويشن دي كده انت هتحط فيها التفاضل، اي تفاضل بصفر، يبقى انت كده هتقدر تطلع لي الحل بتاع الستيدي ستيت كومبوننت. طيب ولو انا عايز اجيب الترانزنت؟ قال لي هتاخد الرقم في اس على ال سي ده وتساويه بالصفر. يعني ايه؟ يعني انت حطيت لي اي حاجه فيها في سي حطيتها لي على ايدك الشمال، واي حاجه تانيه عباره عن شويه ارقام او رموز حطيتها على ايدك اليمين. حط لي بقى اللي على ايدك اليمين ده، حطه لي بيساوي صفر. فالايكويشن بتاعتك الحل بتاعها بتاعت الترانزنت هيبقى كده دي في باي دي تي سكويرد زائد ار على ال دي في باي دي تي زائد 1 على ال سي في في سي. دول كلهم جواهم الفي سي. الناحيه الثانيه احط الصفر اللي انا قلت لك عليه. طب وبعدين انت تعرف تحل الايكويشن دي؟ والله احنا في طريقه كده بتوع الرياضه ادوها لنا، تحويله بنحول من حاجه اسمها تايم دومين لفريكوينسي دومين عن طريق حاجه اسمها لابلاس ترانسفورميشن. بيعمل ايه لابلاس ده؟ احنا مالناش دعوه بالتفاصيل الرياضيه، احنا هناخد الحل النهائي بتاعهم على طول. بيقول لك اي تفاضل بتشوفه بتحط مكانه اس. طب لو تفاضل تاني تحط مكانه اس سكويرد. طب لو مفيش تفاضل خالص ما تحطش مكانه حاجه. تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الايكويشن بتاعتنا. فهمسك التفاضل التاني اهو وهحط مكانه اس سكويرد، والتفاضل الاولاني هشيله واحط مكانه اس. طب ومفيش حاجه خالص؟ مفيش تفاضل خالص، هحط مكانه مفيش حاجه. طيب وبالنسبه للفولت بتاع الكاباستور؟ الفولتج بتاع الكاباستور هيبقى اسمه في سي زي ما احنا كده بنشوف. طب قال لك اعمل ايه؟ قال لك بعد كده هنكتب ايكويشن. الايكويشن دي هتبقى هي عباره عن سكند اوردر ايكويشن، تبقى فانكشن في الاس بس. طب وبعدين هنشوف هنعمل ايه فيها. فاس سكوير زائد ار على ال في اس زائد 1 على ال سي. الايكويشن دي قال لي هي اللي هتطلع لك الروتس، او الروتس بتاع الايكويشن دي هتطلع لك الحل بتاع الترانزنت كومبوننت اللي انت بتتكلم عليه. جم الناس بتوع السيركتس قالوا لنا بص، ايه رايك لما نكتب نعيد الكتابه بتاعت الايكويشن بالشكل ده؟ اس سكويرد زائد 2 الفا زائد اوميجا نود سكويرد. قال لي طب ايه يعني الفكره؟ هنشوف حالا. 2 الفا ده هيبقى هو ار على ال،
واوميجا نود سكويرد دي هنسميها، هتبقى هي الواحد على ال زي برضه. ايه فين الحل؟ ستيل لسه ما شفناهوش، حالا جاي. قال لي خلينا نتفق كده ان الفا دي هتسميها حاجه اسمها دامبنج فاكتور، وهنشوف لسه هنعمل فيه، هيعمل فينا ايه الدامبنج فاكتور ده. في بعد كده حاجه عندنا اسمها الناتشرال فريكوانسي، تمام، هنسميها اوميجا نود، او في ناس بتسميها الريزونانس فريكوانسي. طيب الايكويشن اللي هي اتفقنا عليها دي اس سكوير زائد 2 الفا اس زائد اوميجا نود سكوير، دي اللي هي هنسميها دبل اي دي ان. دبل اي دي ان احنا بنسميها حاجه اسمها الكاركترستيك ايكويشن. طيب هتؤدي لايه برضه؟ ستيل فين الحل؟ الحل جاي اهو حل. فقال لي بقى اذا الترانزنت كومبوننت هيساوي ثابت ايه؟ اكسبوننشال اس 1 في تي زائد ثابت بي اكسبوننشال اس 2 تي. مين اس 1 واس 2 دول؟ لسه كنت بقول لك هما دول الروتس بتاع الكاركترستيك ايكويشن بتاعتنا. طيب نجيبهم ازاي؟ انت عارف حل معادله الدرجه الثانيه كويس، تقدر ان انت تطلع الحل بتاعها نيجاتيف بي بلس اور ماينس الجذر التربيعي 4 اي سي ماينس بي سكويرد على 2 اي. فلما تطبق الحل بتاع السكند ديجري ايكويشن تطلع اس 1 واس 2 بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ايه المنظر اللي احنا شايفينه ده؟ اللي انت هتبتدي بقى خلاص تشتغل عليه على طول. قال لي بتساوي نيجاتيف الفا بلس اور ماينس سكوير روت الفا سكويرد ماينس اوميجا نود سكوير. كويس جدا، احنا كان ممكن نقول الكلام ده بدلاله الار والال والسي، تمام، بس ده الشكل الاسهل ليك عشان تقدر ان انت تحفظه وتحل بيه على طول الحلول بتاعتك في المتسائل على طول. فيبقى اذا اس 1 ده هيساوي نيجاتيف الفا بلس الجذر التربيعي، واس 2 ده هيتساوي نيجاتيف الفا ماينس الجذر التربيعي اللي قدامنا ده. طيب بالنسبه للدوائر بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا الار ال سي سيركت، السيريز الفا بتساوي ار على 2 ال، واوميجا نود سكويرد بتساوي 1 على ال سي. يبقى في الاخر خالص الحل بتاعنا في بتاع الكاباستور، الفولتج بتاع الكاباستور هيساوي الستيدي ستيت كومبوننت زائد الجزء ده. مين الجزء ده؟ الترانزينت كومبوننت. بنجيب ازاي الترانزينت كومبوننت؟ قلنا بنجيبه عن طريق ان احنا بنحل الكاركترستيك ايكويشن ونطلع الروتس بتاعتها، ويبقى معايا اتنين ثوابت A و B عايزين نطلع القيمه بتاعتهم. نجيبهم ازاي بقى القيم بتاعت ال A وال B؟ قال لي الانيشال كونديشنز هم اللي هيطلعوا لي قيم الاي والبي. طب الانيشال كونديشنز بتاعتنا بنقول ايه؟ فولت الكاباستور لا يتغير لحظيا، فال في عند 0 بلس هيساوي في عند 0 ماينس، والكرنت بتاع الكويل برضو لا يتغير لحظيا، فاي بلس هيساوي اي ماينس زي ما احنا شايفين. وطبعا احنا عارفين ان كرنت الكاباستور بيساوي كرنت الكويل في الدايره دي، فنقدر نقول برضو ان دي في باي دي تي بيساوي اي ال على سي. هي نفس الفكره بتاعت سي دي في باي دي تي. فكل اللي احنا بس عملناه ان احنا قسمنا على سي للطرفين، فيطلع لنا التفاضل بتاع الفولت بيساوي الكرنت على الكاباسيتنس سي. طيب الايكويشن دي هل هي اقدر بقى اطلع منها قيمه للاي والبي؟ للاسف لا، ما اقدرش ان انا اطلع قيمه للاي والبي بشكل مباشر بدلاله في سي نود او بدلاله اي ال نود، ما اقدرش اطلعها. امال هتعمل ايه؟ للاسف كل مره في السكند اوردر هتضطر تحل عشان تطلع قيمه الاي والبي، ملهاش شكل مباشر زي ما احنا كنا بنتكلم في الار ال سيركت. يعني في الار ال سيركت او في الار سي سيركت كان عندنا ايكويشن نهائيه وصلنا لها وقلنا هنحفظها خلاص، اي ستيدي ستيت بلس اي نود ماينس اي ستيدي ستيت اكسبوننشال نيجاتيف تي على تاو. لا هنا بقى ما عندناش نفس الحركه دي، ما نقدرش نعملها، هنضطر نحسب الاي والبي كل مره على حسب كل دايره. وما ننساش ان الحلول بتاعتنا تمام فانكشن في البارامترز بتاعت الدايره بتاعتنا، يعني الالفا 1 والاوميجا نود دول فانكشن في الار والال، وفانكشن هنا في الال والسي. جميل جدا. ماذا لو الدايره بتاعتي بارلل؟ لو كان الال والسي والار بارلل، ليه بنديك السيرس وليه بنديك البارلل؟ احنا بنديك السيرس وبنديك البارلل لان دول اشهر انواع الدوائر الكهربيه اللي انت ممكن تتعرض لها. طيب الار والال والسي لو كانوا بارلل ومعايا في هنا كارنت سورس بالشكل دون، تفرق يعني الدايره اللي فاتت؟ قال لي هتفرق بس في حسابات المعادلات التفاضليه بتاعه الكي سي ال والكي في ال. طيب ازاي يعني؟ قال لي الدايره دي كده لو انت جيت قفلت السويتش بتاعك، فالكرنت اي اس ده هيساوي اي ار زائد اي ال زائد اي سي. تعرف تكتبهم كي سي ال؟ اعرف اطبق كي سي ال عليهم، وبالتالي اي ار زائد اي ال زائد اي سي دول اقدر اعوض عنهم. طيب هو الفولت بتاع
الريزيستنس ار ده هو الفولت بتاع الكاباستور هو الفولت بتاع الاندكتنس صح، فده هيساوي في سي على ار، والكرنت اي سي ده هيساوي سي دي في باي دي تي زي ما احنا شايفين. طب ما انا عارف ان هم زي ما احنا اتفقنا هما الكومبوننتس كلهم هيبقوا متوصلين ان بارالل، فبالتالي فولت الكاباستور هيساوي فولت الكويل هيساوي ال دي اي باي دي تي. كويس جدا. وده معناه ايه؟ ده معناه كمان ان احنا الكرنت بتاع الكاباستور بيساوي سي دي في باي دي تي، فقال لي كل اللي انا هعمله ان انا هعوض عن دي في باي دي تي ده بال دي اي باي دي تي سكويرد، يعني التفاضل التاني. ليه يا جماعه؟ لان هما الاثنين متوصلين بارلل، فكل اللي انا بعمله ان انا بقول له فولت الكويل اهو بيساوي دي اي باي دي تي. طب لو انا عايز افاضل فولت الكويل يبقى دي في ال باي دي تي هيساوي ال برضو في التفاضل التاني دي اي باي دي تي سكويرد. طيب فولت الكاباستور وفولت الكويل متساويين لانهم بارلل، يبقى اذا التفاضل بتاع فولت الكويل هيساوي التفاضل بتاع فولت الكاباستور، ومنهم طلعت الايكويشن اللي قدامنا دي. فلما نيجي نعوض تعويض مباشر في الايكويشنز بتاعتنا ونحلهم مع بعض، هيطلع لي ايكويشن للكرنت بتاع الكويل بتاعي. الايكويشن بتاعت الكرنت بتاعت الكويل بتاعنا دي هتطلع برضو سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، وبرضو فانكشن في الاتي: الريزيستنس والكاباستور، الاندكتنس والكاباستنس بتاعت الكاباستور بتاعي. طيب هنعمل ايه؟ هنقول له برضو نفس الكلام: ستيدي ستيت كومبوننت زائد ترانزينت كومبوننت. ايه الستيدي ستيت كومبوننت وايه الترانزينت كومبوننت وازاي نجيبهم؟ هنا ده نفس الخطوات اللي اتبعناها في السيريز هنطبقها تاني، واي دايره يجي لك ايا كان شكلها هتتبع نفس الخطوات. الفيصل ان انت توصل للديفرنشال ايكويشن اللي انت عايز تحلها. طب هجيب الستيدي ستيت كومبوننت ازاي؟ هحط اي تفاضل بالنسبه للتايم بيساوي صفر، فاقدر اطلع الستيدي ستيت كومبوننت، او زي ما احنا اتفقنا بنروح نحل الدايره بعد ما نحط الكاباستور نحطه اوبن سيركت، والاندكتنس نحطها ايه؟ نحطها شورت سيركت. طيب الترانزنت كومبوننت هنعمل فيه يا جماعه اللي هتعمل فيه نفس الكلام بالظبط اللي انت كلمتنا عليه قبل كده. ايه هو؟ هتروح تشتغل بلابلاس وتحط تطلع الكاركترستيك ايكويشن، ومن الكاركترستيك ايكويشن هيطلع لك تو روتس هتسميهم اس 1 واس 2. كويس. بس هنلاقي هنا بس ان الاختلاف ان الالفا هنا كتعريف الثابت الفا هنا هيساوي 1 على 2 ار سي في الدايره السيريز. ارجع لها كده هنبص تاني، ارجع للسيريز هتلاقي الالفا كانت بكام؟ هتلاقيها بار على 2 ال، الثانيه كانت 1 على 2 ار سي في البارلل. ليه؟ لاننا التوصيله بتاعت الاندكتنس والكاباسيتورز والكاباستور والريزيستنس بقوا مختلفين او وصلتهم بارلل. طيب برضو نفس الكلام هنا عندنا الناتشرال فريكوانسي او الريزونانس فريكوانسي اوميجا نود 1 على ال سي، فواضح انها في السيريز او البارلل مش هتبقى فرق. وانتوا اكيد خدتوا في الريزونانس ان احنا عندنا الريزونانس فريكوانسي او ناتشرال فريكوانسي سواء كانت في السيريز ريزونانس او في البارلل ريزونانس بتساوي 1 على ال في سي. عظيم جدا. يبقى اذا الكرنت ايكويشن بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها ستيدي ستيت كومبوننت زائد ثابت ايه؟ اكسبوننشال اس 1 تي زائد ثابت بي اكسبوننشال اس 2 تي. نفس تقريبا الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده او اللي احنا حليناها قبل كده، ولكن المشكله اللي هتقابلك هنا ازاي اجيب الاي والبي برضه. فارجع تاني لنفس يا جماعه الانيشال كونديشنز. ايه الانيشال كونديشنز بتاعتنا؟ ان الاندكتنس كرنت لا يتغير لحظيا، فاي ال بلس هيساوي اي ال ماينس، وبالتالي هعرف اجيب اول ثابت المفروض عندي. الحاجه الثانيه بتقول لي ان الفولتج بتاع الكاباستور ايضا لا يتغير لحظيا. كويس. وبما ان البارلل كونكشن بتاعت الفولتج بتخليه ثابت، يعني انا عندي حاجه بارلل يبقى ثابت، فاذا فولت الكاباستور هيساوي فولت الكويل، فاقدر برضو استخدم الايكويشن دي. انما انا اهم حاجه عندي، اهم عندي نقطه ان انت تبقى فاهم ان الكارنت بتاع الكويل لا يتغير لحظيا والفولت بتاع الكاباستور لا يتغير لحظيا. خليك حاطط دول في دماغك وانت بتحل. طيب احنا كده اتكلمنا عن كذا حاجه. الحاجه الاولانيه ان انا بجيب سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن للفولتج في حاله السيريز
سيركت، ولو كانوا بارالل بجيب سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن بالنسبه للكرنت. طيب هل انا بعد ما انا جبت الفولتج او الكرنت، لا يعني في اجيب الفولتج بس او الكرنت بس، ما ينفعش لو انا معايا الفولتج اجيب الكرنت؟ قال لي لا، لو انت معاك الايكويشن دي كويس جبت بيها الكرنت، الحل بتاع الكرنت، اعيد الحل تاني عشان اجيب الحل بتاع الفولتج؟ لا. قال لي لا، ليه؟ احنا قلنا الفولت بتاع الكويل هيساوي فولت الكاباستور. طب فولت الكاباستور ده بيساوي الفولت بتاع الكويل اللي هو بيساوي ال دي اي باي دي تي. فلو انت جبت الايكويشن دي وطلعت لها الثوابت بتاعتها وكل حاجه، كل اللي هتعمله ان انت هتفاضلها وتضربها في الاندكتنس ال تطلع فولت الكاباستور على طول. اذا الحل بتاعي يا جماعه بيجي لحاجه واحده بس، يا فولت الكاباستور يا كارنت الكويل بتاعتي، سواء كانت الدايره سيريس او بارلل، اقدر ان انا احسب المطلوب المجهول الاخر من خلال ان انا بحل معادله واحده بس للفولت او للكارنت. جي طيب اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده هي الروتس بالنسبه للكاركترستيك ايكويشن اللي احنا طلعناها. جم لقوا ان الايكويشن بتاعتنا دي فانكشن زي ما احنا قلنا في الريزيستنس، وفانكشن زي ما احنا قلنا في الاندكتنس وكمان الكاباسيتنس. طيب هل ده هيؤدي لتاثير على الروتس؟ اه طبعا هيؤدي على تاثير على الروتس بتاع الكاركترستيك ايكويشن. ادي كاركترستيك ايكويشن فيها عندي هنا ايه؟ فيها عندي جذر. الجذر ده لو اللي تحتيه صفر هيطلع لي حل، ولو اللي تحتيه اكبر من واحد هيطلع اكبر من الصفر هيطلع لي حل، ولو طلع اقل من الصفر هيطلع حل. طيب الكيسز دي هل هتأثر معانا احنا في الحل بتاعنا؟ اه للأسف هتأثر معانا، وبالتالي لازم ندرسهم ونعرف هما الكيسز دي عبارة عن ايه. فقال لي بص، لو كان اللي تحت الجذر بيساوي صفر، يعني لو كان اللي تحت الجذر ده بيساوي صفر، فيبقى انت عندك هنا القيمة بتاعت الفا سكويرد ماينس اوميجا نود سكويرد ده بيساوي صفر، يعني ما تحت الجذر بيساوي صفر، يبقى اذا الفا سكويرد هتساوي اوميجا نود سكوير. طب ده هيأثر معاك في ايه في الحل بتاعتك؟ هتلاقي الروتس بتاعتك طالعه ان اللي تحت الجذر فيهم طالع بصفر، والروت الاولاني هيساوي الروت الثاني هيساوي نيجاتيف الفا على طول. يبقى الروتس بتاعتنا هنا ايكوال وريل. يعني ايه ريل؟ يعني ارقام حقيقيه. طيب ده هيطلع لك ايه بقى في الحل بتاعك؟ ده هيطلع لك ايكويشن كويس، المفروض ان انت تقول ان a اكسبوننشال نيجاتيف الفا تي بلس بي اكسبوننشال نيجاتيف الفا تي. هل ده الحل بتاعنا؟ قال لي لا، ده مش هيستخدم. يبقى لما تشوف الروتس او الروت بتاعنا الرقم اللي تحت الروت بتاعنا طالع بيساوي صفر، وبالتالي عندي ريل روتس، يبقى انا مش هستخدم الحل ده. امال هتقول ايه؟ هتقول ان الفولت او الكرنت هيساوي اكسبوننشال نيجاتيف الفا تي، وافتح قوس اي تي زائد بي، ثابت اي واضربه في التايم تي زائد بي. يبقى هنا كده الشكل ده هو الشكل الجديد او الشكل اللي انت هتستخدمه ولازم هتحفظه كويس لو طلعت الروتس بتاعتك ريل. والكلام ده ينطبق على الفولت او الكاباستور، فولت الكاباستور او كارنت الكويل، يعني اي ديفرنشال ايكويشن انت هتحلها طبعا. طيب الحاله دي يا جماعه احنا هنسميها ايه؟ قال الحاله دي احنا هنطلق عليها اسم، هنطلق عليها اسمها كريتيكال دامبد كونديشن، بنسموها كريتيكالي دامبد، وهنشوف يعني ايه كلمه كريتيكالي دامبد دي كمان دقايق. طيب الكيس اللي بعديها ايه؟ لازم ندرس بقى لو كان اللي تحت الجذر ده اكبر من الزيرو او لو كان اقل من الزيرو. فلو كان اللي تحت الجذر ده، الرقم اللي تحت الجذر ده اكبر من الزيرو، ايه اللي هيطلع لي؟ اللي هيطلع لي ان اللي تحت الجذر هيطلع رقم برضو ريل وكل حاجه ما فيهوش اي مشكله، بس التو روتس بتوعي مش هيبقوا متساويين، يعني تو ريل روتس بس هيبقوا ان ايكوال. فهنا قال لي ايه؟ طالما هم ان ايكوال، طالما هم ان ايكوال، يبقى انت الحل بتاعك هو الحل السهل الظريف جدا اللي هي a s exponential s 1 زائد b exponential s 2، او لو انت بتحسب للتيار a برضو exponential s 1 زائد b exponential s 2. طبعا الاستيدي ستيت يا جماعه ما لهمش اي علاقه خالص بالكاركترستيك ايكويشن. الاستيدي ستيت كومبوننتس دول انا ما لهمش دعوه خالص، اللي بيأثر فيهم قيمه السورسز اللي موجوده في الدايره، سواء كان فولتج سورس او كارنت سورس. قال لي طالما هو اكبر، اللي تحت الجذر ده اكبر من الصفر، والروتس طلعت ريل، فاحنا بنسميها حاجه اسمها ايه؟ اوفر دامبد كونديشن. لسه هنشوف برضو معنى كلمه اوفر دامبد دي ايه، واحده كريتيكال والثانيه طلعت اسمها اوفر، وهنخش على الثالثه
الحل الاخير اللي اسمها اندر دامبت. ايه الاندر دامبت دي؟ قال الاندر دامبت دي يعني معناها ان اللي تحت الجذر، الرقم اللي تحت الجذر ده بيساوي اقل من صفر. طب وده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي حاجه اسمها كومبلكس روتس، الروتس بتاعي هيطلعوا كومبلكس، فبالتالي هيبقى نيجاتيف الفا بلس اور ماينس جي، ده نتيجه الكومبلكس روتس اللي هيطلعوا لي، وهنا اوميجا نود سكويرد ماينس الفا سكويرد. جه واحد قال لك طب ايه رايك كده لما ناخد اللي تحت الرقم اللي جنب الجي ده ونسميه حاجه اسمها اوميجا دي؟ اشمعنى يعني؟ هنسهل على نفسنا الحل شويه، هنسمي اوميجا دي حاجه اسمها الاندر دامبت فريكوانسي، ونقول ان الحل بتاعنا طلع طبعا الاستيدي ستيت كومبوننت مالناش دعوه بيه خلاص، هيبقى بيساوي اكسبوننشال نيجاتيف الفا تي، وافتح قوس ثابت ايه كوزاين اوميجا دي تي زائد بي ساين اوميجا دي في تي برضه. طيب الاوميجا دي او الاندر دامبت فريكوانسي دي اجيبها منين؟ زي ما احنا اتفقنا، مسكوا الرقم اللي تحت الروت اللي جنب الجي دون، سوري، مسكوا الرقم بتاع الجذر دون اللي جنب الجي ده وسموه الاندر دامبد فريكونسي. يفرق معاك في ايه ده؟ يعني ليه هم عملوا الثلاث تسميات دي وليه هم حطوا لنا الكيسز دي؟ قال لك تعال اللي يفرق معاك الشكل الاتي. فرضا ان انت هتبتدي عند انيشال كونديشنز للفولت او للكرنت بتساوي صفر، فجم لما جم يرسموا الرسمه بتاعت الفولت او التيار مع الزمن طلع ايه؟ طلع ثلاث كيرفات بثلاث اشكال مختلفه. قال لي الاوفر دامبد والكريتيكال دامبد والاندر دامبد هيبقى شكلهم عامل كده. الاندر دامبد كده اللي هو مثلا هنسميه رقم ثلاثه دون اللي هو الكيس الثالثه، كان طالع فيه اوسيليشنز، فحصل ان هو طلع عدى الستيدي ستيت فاليو اللي هو كان المفروض يوصل لها، وبعدين قعد يعمل اوسيليشنز، الاوسيليشنز دي بتقل مع الوقت لغايه لما وصل للستيدي ستيت فاليو بتاعته. ده كده مين؟ ده كده الاندر دامبد اللي هو كان فيه ساين وكوزاين. لو انت جيت بصيت على الحل بتاعه فيه هنا كوزاين وفيه هنا ساين، نتيجه تجميع الساين والكوزاين دي هيطلع لي الساينوسويدال ده. طيب الاوفر دامبد اللي هو ابو ريل روتس بس كانوا ديفرنت، قال لي دي حاجه اسمها اوفر دامبد، يعني هو ما شاء الله كده شبه الفيرست اوردر، بيخش يطلع للستيدي ستيت فاليو بدون اي مشاكل ومن غير ما يعمل اي اوسيليشنز ولا يعمل اي حاجه، اوفر دامبد يعني البرفورمانس بتاعه شبه الفيرست اوردر جدا. طيب في واحد بقى على وشك، يعني ايه على وشك؟ بيوصل للاثنين اللي هو الكريتيكالي دامبد ده، ده بيعمل ايه ده؟ قال لي ده على وشك ان هو يبقى فيرست، شبه الفيرست اوردر شويه وشبه الايه الاوسيلاتري شويه، يعني هو يا دوبك على شعره لو انت لعبت فيه شويه كده زودت الريزيستنس او قللتها، او لعبت في الاندكتنس او الكاباسيتنس، يا اما هيبقى اوفر دامبد يا اما هيبقى اندر دامبد كده، فهو ما بين البنين، فتلاقيه دايما لا هو اوسيلاتري ولا هو زي الاوفر دامبد، برضه يبقى شكله شبه الفيرست اوردر شويه، ولكن بيبقى الايكويشن بتاعته رهن ان انت بس تغير القيمه بتاعت الريزيستنس او الاندكتنس بتاعتها. بص كده هتلاقي ان اللي تحت الجذر دون الفا سكويرد ماينس اوميجا نود سكوير دول كلهم فانكشن في الريزيستنس والاندكتنس والكاباسيتنس بتاعت الدايره بتاعتنا، فتلعب في واحده فيهم يلعب لك في الروتس بتاعت الايكويشن بتاعتك. طبعا لما نخش المعمل ونغير في قيم الكاباسيتنس والاندكتنس هنشوف قدامنا ازاي ان الريزيستنس او الاندكتنس او الكاباسيتنس ممكن تغير لي الحل بتاع الايكويشن ويخليها لي الكيرف بتاعي يبقى في اوسيليشنز زي ما احنا شايفين، او يبقى اوفر دامبد او كريتيكالي دامبد. الحاجات دي طبعا لازم هنحل عليها، بس ان شاء الله هنخليه المره الجايه. في مثالين انا حطيتهم هنا في المحاضره، ولكن هنخش نشتغل عليهم ان شاء الله في المحاضره الجايه. وفي نفس الوقت برضو لو انت حابب تبص ازاي المعادلات دي اتحلت وازاي ان انا حليت الايكويشنز اللي فوق دي، انت تقدر من دلوقتي ان انت تبص عليها وتفهمها، ولكن هنعملها ديسكشن ان شاء الله الاسبوع الجاي. شكرا، ونتقابل المره الجايه.